قصة سمعتها من أحد الخطباء وهو يعقد أنكهة حول هذه الكلمة يا مشايخ، وحنا تواصل بها يا أخوان. إذا أدلهمت عليك الأمور أو ضاقت عليك الحياة أو كثرت عليك الديون أو تكالبت الأمراض أو وجدت عقوق من الأبناء، فعليك بالحوكلة سبحان الله. لكن لابد تفهم معناها، يعني نصفين، لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، يعني لا تحول من حال لا سمح الله الغفلة إلى اليقظة إلا بالله، من حال المعصية إلى الطاعة إلا بالله، من حال الفقر إلى الغنى إلا بالله، من حال المرض إلى الصحة إلا بالله، وهكذا. أحد الخطباء سمعتها شخصيا يقول في أحد البلاد المباركة بنت نشأت فيها من الخير حافظة من القرآن وأيضا شيئا من الحسن، أكثر من 20 خاطب يأتون إلى البيت، فإذا دخلوا وراء يعني حصل الرؤية الشرعية الأولى ما عاد يرجعون ولا يردون الخبر على الأب، لا بال يعني حس إن فيه شيء. آخر من أتى أحد أقاربه دخل من باب أنه يرى النظرة الشرعية، ونفس الوضع عندما شاف البنت خرج. أي نعم، وهذا فيه سر جزاك الله خير. يقول أمسك بهذا الشاب، قال أنت من أقاربي وترى ما أنت الأول، يعني 20 شاب يأتون فما هو السر؟ يعني حاول أنه يعني قال لا لابد تخبرني هل وجدت شيء ما؟ قال باختصار أول ما أدخل يعني يترأى لي في المرأة شيء يعني ليس بال يعني كما يقول نفرها وكذا، ويعني ما وصف شيء معين لكن يعني عدم ارتياح شيء معين. طبعا أبوها وأمها فيهم خير وصلاح، قال إيش راج بدل ما نروح عند رقاه ولا يقرأ عليها، لماذا لا نمسك بالحوقلة هذه الليلة نقتسم، أنا من بعد العشاء إلى نصف الليل وأنت من بعد العشاء إلى الفجر ميد أمها. وفعلا يا مشايخ يبدأ الشايب ذا الله أكبر يعني إلى نصف الليل، ثم تبدأ الأم إلى الفجر، أثناء ما انتهوا من ورده 12 يقول أغفى إغفاء على المركة، وإذا هو يرى في المنام بنتك فلانة مسحورة من فلان من فلان وسحرها في آخر القرية تحت يعني غطاء وتحت حجر، ويذهب سبحان الله يفز يا مشايخ ويذهب ويجد فعلا هذا السحر موجود. يقول ما ينحله اليوم الثاني، مرت أيام يأتيها شاب ويخطبها، يقول الشيخ أنا الذي عقد وقد عليها الآن، يقول ولد أو بنت. الشاهد يا أخوان انظروا هذه الكلمة يعني ذكروها وعندهم يقين أن الله سوف يحول إيش حالهم من حال إلى حال. تصور حال الأم والأب وعندك بنت وكلما جاء خاطب يرجع، فلما لجوا إلى الله وصدقوا مع الله في هذه الكلمة كان هذا الفرج. فنتواصل بهذه الكلمة المباركة وهي كنز من كنوز الجنة ومن تحت العرش كما وردت في عدة أحاديث وأنتم أعلم بهذا الخبر، الله يجزاكم عنه. طيب أنا أتمنى مثل ما كرم الشيخ، هي قضية أن بعضنا يقول بحوق الألف حوقلة عشان أشفى أتزوج يأتيني. الحوقلة عبادة سواء أعطاك الله بعدها شيء أو لم يعطك، هو أن تريد أن تنتقل من حال إلى حال، فلن يستطيع نقلك إلا الرحمن، ولا قوة لك إلا بقوة منه سبحانه يهبك إياها. فنقول حوقلوا دائما بمعنى مع فهم الحوقلة. وبعدين ثانيا إذا تأخر زواج البنت ليس شرطا أن يكون السبب سحر أو عين، قضاء الله وقدره. فإذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله كأننا نرد القضاء النازل بدعاء يرتفع، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، والحوقلة من الدعاء ولأنها طلب استعانة. فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله على كل حال. ولهذا قال بعض أهل العلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وأضاف قال ولا ملجأ من الله إلا إليه، تفتح 70 من أبواب الهم. فالله قوي وغني، وتحولك من حال إلى حال بيده سبحانه.